مرحبا، أنا فانوس، سأحدثكم اليوم عن الدعاء. هل تعلمون معنى الدعاء؟ الدعاء إظهار العبد الافتقار إلى ربه وطلب الحاجة منه لجلب منفعة أو دفع مضرة. غبا، ويعد الدعاء من أعظم العبادات. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. والعبد عندما يسأل خالقه ورازقه تبارك وتعالى يشعر بقربه منه، ويشعر بالفرح والسعادة لأنه سأل غنياً واسعاً مجيباً كريماً. للدعاء أوقات محببة كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان وإقامة الصلاة وعند السجود. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن أجمل نعم الله علينا أنه يسمعنا ويستجيب لدعائنا، وهو القادر على كل شيء. أدعو الله لكم أن يوفقكم وأن تنجحوا في حياتكم وأن يتقبل صيامكم، وكل عام وأنتم بخير. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.